السلام عليكم، رمضان مبارك كريم، يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبأي حاجة زوينة تمنيتوها. وشكرا لاله مولاتي. وبالنسبة للنجاح ديال الدور ديال رحمة، ودويتي لي على لي سيكونس اللي تبارطاجاو بزاف لي ريزو سوسيو، واش كنت متوقع هاد النجاح ولا لا؟ بالنسبة للاشتغال ديال الشخصية ديال رحمة، كنت اشتغلت عليه قبل من البداية ديال المسلسل، مدة تقريبا واحد شهرين، حيت كيف ما شفتي الشخصيه كتبان بسيطه ولكن في نفس الوقت عميقه بزاف، وغنشوفوا واحد تحولات بسيكولوجيه مع تطور الاحداث. دونك ما كانش ساهل الاشتغال على هذه الشخصيه هذه، كيف ما شتي لي سيكونس كانوا صعاب، ما كانوش ساهلين، داكشي علاش لقاو تعاطف ديال الناس. اكيد بقات، خصوصا لي سيكونس اللي كانوا كبار وكانوا قاصحين من حيث ليموسيون، هذا كيبقى الاثر ديالهم حتى من مورا التورناج. كيكون صعيب على الممثل يخرج من الشخصيه فاسيلمون، حيت كيكون عاش معاها التحولات البسيكولوجيه ديالها، الضحك ديالها، البكاء ديالها، دونك كيكون صعيب علينا نخرجوا من الشخصيه. اكيد ماشي ساهل باش ملي كتكون سيكونس فيها البكا، وخصوصا انا كنبكي ديال بصح، ما كنديرش شي حاجه اللي كيديروها وحدين اخرين، دونك ما كيكونش ساهل عليا، كيطلب مني مجهود كبير، كيطلب مني كونسونطراسيون كبيره قبل من المشهد. كتكون شويه صعيبه عليا، كتطلب مجهود كبير، ماشي سهله. شفت بزاف ديال الناس اللي بارطاجاو في لي ريزو سوسيو باللي اللقطه كتشبه بزاف الموت ديال رايان الله يرحمه. غير هو المسلسل صورناه في الصيف ديال العام اللي فات، دونك قبل ما يموت رايان الله يرحمه، ما كناش عارفين هذا الحدث، غير تشابه في الاحداث، وكان تشابه كبير حتى الطريقه باش تجبد سيدي محمد خيم من هذا، بنفس الطريقه باش تجبد الى عقلته، كانت واحد لا ريبليك كتقول خصنا نحفروا من واحد بلاصه باش نزلوا ليه باش نقدروا نجبدوه، دونك غير تشابه، ما كاينش. امين ناجي كيف ما كتعرفوا كيف ما كنعرفوا كاملين، ممثل كبير واي واحد كيبغي يشتغل معاه. امين ناجي ممثل كيف ما كنقولوا جينيرو، كيعطي ما كيشدش داكشي عنده. كنلقى معاه كيكون تيجان بيني وبينه، حيت ديجا تقاسمنا انا وياه البطوله ديال مسلسل ولاد المرسى، دونك كان ساهل علينا الاشتغال مره اخرى في مسلسل بيا ولا بيك، دونك هذه المره لعب خويا. انا وياه كنكونوا مرتاحين، كنبريباريو لا سيكونس قبل. كيعجبني بزاف نشتغل انا وامين ناجي، من اكثر الممثلين اللي كنرتاح في الشغل معاهم. كانت عندي تجربه في سيت كوم ديال احلام سيتي، مي ما كنديرش الكوميك، كنت جلست الدور ديال زينب، الكوميديا ديال الموقف ديال لا سيتوياسيون، مي الادوار الدراميه كنلقى راحتي فيهم اكثر، كنحس براسي مرتاحه، كنبغي نشتغل على الادوار المركبه اكثر، تما فين كنلقى راحتي، عكس الادوار الكوميديا ما كنلقاش فيها راحتي بزاف. غادي نشوفوا تحولات في الشخصيه ديال رحمه، بسبب كيفما شفنا لا سيكونس اللي دارت البوز ديال التصرفيقه ديال الاب ديالها، واللي شفناها هي حست بالحقره وبسبب التحرش ديال بالعسري. غنشوفوا تحولات في بزاف ديال الشخصيات، دونك كاينين احداث قويه اللي غادي يوقعوا في مسلسل بيا ولا بيك ان شاء الله. هذا كان ميساج لبزاف ديال الناس، باللي ماشي اي وحده عرات شعرها ولا ما لبساتش مزيان الاخر عنده الحق انه يتحرش بها. انا بالنسبه لي التحرش مرض. رحمه كيف ما شفنا الشخصيه ديال رحمه دايره الفولار على راسها، كتلبس لباس محافظ، ومع ذلك تحرش بها وراجل كبر منها في السن، دونك ماشي اي وحده محافظه ودايره الفولار ما غيقدرش يتحرش بها شي واحد، دونك هذا هو الميساج اللي كنا باغيين نوصلو من هذيك لا سيكونس. سي
محمد خي انسان اللي عزيز عليا بزاف على المستوى الشخصي، عندي معاه علاقة كبيرة، كينصحني بزاف، كندوي انا وياه بزاف، كنحس به بحال بابا، خصوصا كيشبه البابا الله يرحمه بزاف. داكشي اللي خلاني تاثرت بزاف لا سيكونس ملي مات، تفكرت الموت ديال بابا الله يرحمه. وماشي غير بوحدي اللي كنحس هذا الاحساس، هذا المغاربه كاملين كيشوفوا فيه الاب ديالهم، وتبارك الله عليه راه عملاق الشاشه المغربيه. حاليا ما كاينش تفكير في جزء ثاني، كاينين اعمال اخرى اللي بدينا في الاشتغال عليها، مي من بعد ما عرفتش الصراحه واش يقدر يكون جزء ثاني ولا لا. صراحه من قبل ما كانت عندي علاقه مع مواقع التواصل الاجتماعي، ما عنديش معهم نهائيا. دابا شويه وليت اكتيف على قبل الناس اللي كيبقاو يسولوا فيا بزاف، وكيسولوا كيصيفطوا لي لي ميساج كيقولوا لي عافاك بغينا نشوفوك، دونك كنحاول نبقى قريبه منهم. داكشي علاش وليت اكتيف في لي ريزو سوسيو. وي كيف ما قلتي، كنت حطيت واحد لا ستوري عندي في الانستغرام اللي فيها دعاء، وكانوا تفاعلوا معها الناس بزاف، واللي كنشكرهم كانوا دعاو معايا الناس بزاف. ما توقعتش ان يوصلني هذاك الكم الهائل من الرسائل ديالهم. كنت مريت بواحد الوعكه صحيه، مي الحمد لله دابا شويه. غادي يكون مسلسل حياة خاصة اللي غادي يكون إن شاء الله على القناة الثانية، وكاين تيلي فيلم شوك الورد اللي تسوى على القناة الثانية، وحاليا كنوجد واحد فيلم سينمائي اللي إن شاء الله غادي يتصور مرة رمضان. أكيد أكيد كنتفرج في راسي، حيت أنا من النوع اللي خاصني نبقى نكريتيكي راسي، دونك خاصني نشوف راسي نقول هذه درتها مزيانة هذه ما درتهاش مزيانة باش نطور من راسي. كاين الناس اللي ما كيبغوش يتفرجوا في راسهم، أنا كنتفرج في راسي بزاف وكنبقى نجلد راسي، كندير لوتو كريتيك. الله يبارك فيك. انا عندي اغلبيه دابا كنتفرج انا وراجلي وبنيتاتي وماما كتكون معايا بزاف في الدار، لي سيكونس ديال البكا كاملين بناتي وماما كيكونوا كيبكيو فيهم، لدرجه انني ما بقيتش كنقدر نتفرج معاهم. ملي كنكون كنبكي كيبداو حتى هما كيبكيو، ولكن احساس زوين بزاف، كنقول ها هما معايا واثرت فيهم، دونك شي حاجه زوينه. الإطلالة ديالي اليوم من عند المصممة المبدعة اللي أنا كنحماق عليها، وبزاف ديال لي فام المغربيات كيحماقوا عليها، اللي هي مريم ناول، اللي أنا كنحماق على بلدي، وهي تبارك الله عليها كتقن خدمتها بزاف، دونك يعجبني نلبس من عندها بزاف. شكرا للجمهور لالا مولاتي، وشكرا للجمهور ديالي على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى الرسائل اللي كتصيفطوا ليا وعلى التشجيع ديالكم. كنقول لكم شكرا، وتابعوا الاحداث اللي مازال جايه في مسلسل بيا ولا بيك، ورمضان مبارك كريم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.